فيديو النهارده رجع هنلعب مهنه مصارع في WWE 2K 2017. في ناس كتيره جدا انا نازل مهنه مصارع وهيفوتك كتير جدا لازم تجربها، فبلبي طلبكم على طول يا رجاله وهنلعب مهنه مصارع. لكن قبل ما نبدا حطوا لايك يا ولاد الشباب في القناه، عايزين نوصل لل 20,000 مشترك يا شباب باذن الله الشهر ده ونحقق ازيد من كده بكتير، انا متاكد وواثق فيكم. زي ما انا واثق فيك ان انت تحط لايك دلوقتي وهنوصل الفيديو ده ل 150 لايك، لو عايزيننا نستمر في السلسله دي وتبقى سلسله طويله من 20 30 حلقه زي ما انتم عايزين. وبرده جنب زر اللايك والاشتراك في انتساب وفي تشكرات لو حابب تدعم القناه وتطور المحتوى اكتر واكتر. اول حاجه يا شباب هنعمل السوبر ستار، هنعمل المصارع الاول اللي انا جربت اخش اعمل في اعمل المصارع يعني وانا داخل في مهنه مصارع، لكن ما ظبطش معرفش ادخل له لبس، فهنعمل احنا مصارع من بدري. اوكي يا رجاله هندخل زي ما انتم شايفين على ماي كارير بعد ما خلصنا خلاص بيانات اللاعب وبيانات كل حاجه، هنخش على طول ونشوف نبيل يا رجاله، هنعمل له استرداد على طول. تاكتو 78 ما ظبطتش اي حاجه فيه الصراحه، ما ظبطتش فينيشات وما ظبطتش اي حاجه فيه. المهم نخش ونشوف ونجرب كده. وانا غيرت الملابس هاي، طب ازاي؟ طيب ممكن لما ادخل مثلا يعني ممكن لما ادخل بيغيروا، مش عارف والله ما اعرف. ماشي خلينا نخش، انا مش عارف الصراحه يعني كل حاجه انا ظبطتها راحت، اللبس بتاع المصارع بتاعي راح. نخش ونشوف يمكن هو البدايه بس كده، بعد كده لما نخش هيظبط الاداء. فماشي مضطر احذف المشاهد دي لان عليها كوبرايت وش يعني اكيد. اوكي يا رجاله خلينا ندخل على طول. اوكي مباراه بين فين بالر وسامي زين. اوكي ايه اللي هيحصل بقى في اللقاء ده؟ ماشي مباراه عاديه بين سامي زين وفين بالر. فين بالر هيعمل الفينش بتاعه، هيعمل الفينش بتاعه. اولا عمل الفينش بتاعه فين بالر. يلا عد على سامي زين، 1 2 3. والله كسب سامي زين، فين بالر هو كسب يعني وبطل ال NXT زي ما انتم شايفين. قوي جدا برضو فين بالر يعني، خلي بالك يعني هم المصارعين الاقوياء جدا فين بالر. ربنا يستر بس اكيد هنقابله يعني وش اكيد هنقابله، واكيد لازم نكسب حزام ال NXT علشان نتاهل للWWE والكلام ده، فاهمني؟ اوكي ايه ده، انا واقف اهو، انا واقف اهو. نايس ماشي اوكي انا واقف اهو باللبس بتاعي. طبعا المصارع بتاعنا مصري يا شباب، وده اول مصارع مصري في WWE باذن الله هينفجر ويكسب WWE تشامبيون ويكسب كل حاجه موجود. زي ما شايفين انا معايا عقد اهو بعد مباراه فين بالر وسامي زين، معايا عقد اهو زي ما انتم شايفين. هخش كده على طول بس كده يعني، دخلت اديت له العقد وده مفيش كلام كلمتين ثلاثه. ما رايتم الليله الماضيه لم يكن بسبب الموهبه. It's not talent. Okay. It's hard work. Guys like Finn, Kevin, and Sammy, they ran the same ropes you're running. They did the same training that you are all about to do. وقفوا على نفس المكان. There are no advantages like talent and luck. The only thing that will separate you from the pack is how hard you're willing to work for it. Okay, كلام معقول. You do that. كلام تحفيزي. One day you might find yourself with that same title you saw Finn hold. Okay, now pair up. I want to see what you got. يا الله تاك تيم، يا الله ما بحبش مباريات تاك تيم دي خالص. ولا لا ماشي مش تاك تيم. واد عمال يضربني، صد طيب اي حاجه. واد عمال يضربني جيدون جيت، ولا انا بعمل ايه؟ ثواني صدتها. عاش يا نبيل، يلا اديله اديله شويه بقى. تعالى يلا تعالى يلا اوريك يلا حركات يلا. ماشي صدها ولا ايه؟ ايه الحركه العبيطه دي؟ ماشي ما علينا انا اسف. خد يلا خد. ماشي صدها، صديت اديله يلا. حلوه حلوه الحركه، لا دي دي حلوه، دي حلوه الحركه دي. ماشي والله عندي حركات اهو كده، شكلي قوي فعلا. تعالى يلا اديله، حلوه الحركه. ماشي يلا والله جامد يا جدعان، انا جامد، انا طول عمري جامد اصلا. ماشي اصلا عادي. الله بيعد بس، ريح ريح بتعمل ايه بس. صديت 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 اديله 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 دي دي تي دي دي تي معكوس. اه والله صده، عندي الصد ما عنديش صد، عندي علامه السالب دي ما عنديش الصد. لا ما بعرفش استسلم، ما بعرفش افك الاستسلام. فك 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 ايزي ايزي ايزي، خلاص بقى خلاص بقى فك بقى يلا عشان نعمل سك. برضو عمل لي صد الواد ده رزل قوي والله تنح جدا الواد ده. لا بس واحد يلا سيجنشر بس، صديت اهو صديت 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 اديله سيجنشر اديله سيجنشر. يا رب ما يصدوا، حلوه والله السيجنشر. يلا قوم قوم هعمل لك الفينش، قوم هعمل لك الفينش يا رب برضه ما يصدوا. يلا فينش 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 اديله. ايه بقى الفينش بتاعك؟ مش عارف. سوبلكس حلوه، ما ماشي ما هيتعدل طبعا. يلا عد عندي حكم، عندي حكم. 1 2 ايزي 3
كسبت. نايس جدا يا نبيل، الله عليك يا بطل، الله عليك وحش. اول مباراه ليا في NXT في التدريب NXT وكسبتها، مش في NXT كمان، مش في عرض الرسمي بتاع NXT. حبيبي يابا، كان جدا بالنسبه لي حبيبي برضو. Over the next few weeks we'll be working on solidifying your wrestling style. خلصانه صح. Nail that down. We'll talk about the next steps. ماشي. Now go take a break. اتفقنا. يلا بينا. مش هروح ابريك، لا انا هروح اتمم التدريبات وهتمرن وهتدرب ويلا بينا. اوكي سمو جو، هنقابل سمو جو والله طالع اهو، المفروض ان هو قوي جدا عشان نخش الـ NXT. اوكي يلا بينا على طول. اوكي يلا بينا يا رجاله. ماشي يلا سمو. ماشي يلا، اول اختبار ليا حقيقي امام سمو جو. يلا بينا ليتس جو. ايه ده انا بعمل ايه؟ تعالى دخلك بسوبلكس. اوووه شلته ازاي؟ والله قوي جدا. شلته ازاي ده؟ مش عارف. ماشي اديله. حلوه يلا خد كروز لاين. يلا على الحبل اديله. والله جامده الحركه. لا والله عنده حركات جميله برضو، عنده حركات عبيطه وعنده حركات جميله، بس فهمش ايه المميز عندك الصراحه. يعني بص الحركه دي، لا دي عاديه برضو. ماشي شغال. يلا عنده تنوع في المهارات جميل. اوكي سموها جوي صد صدها ابن لذينه. لا تريلا خلاص. على الهادي يا سموه، انا كنت بهزر معاك يا صاحبي. اوه يا ابن لذينه وقعني. رميه ملهاش حل. اوف دي بره. كابتن انت عنيف كده ليه يا كابتن؟ والله صدها والله. مش بقولك عنيف جدا الصراحه. خلاص يا اسطى انا كنت بهزر معاك يا اسطى. خلاص يا اسطى. خلاص بقى كفايه بقى، ده انت اتهم. والله صدتها، والله يا جدعان صدتها يا جدعان. مرمطني ابن لذين. متاخر ليه؟ يعني نجم كنت ايوه بس اديله. والله صديت السيجنشر، كان عنده سيجنشر صديته. تعالى انا اللي هعمل لك السيجنشر، انا اللي هعمل لك السيجنشر. جميل. ده جديد، ده سيجنشر جديد ده، والله ما شفتوش. ماشي يلا فينش هديله الفينش. صدها ولا ايه؟ لا ما صدهاش. يلا يا حبيبي الفينش. عد عليا يا حكم. المفروض ان انا اكسب، المفروض يعني انا مرمطته وخلاص. صديت السيجنشر بتاعه. الحبل ابن اللذين ديله. حلوه الحركه والله جميله. ارحمني يا سمو، كفايه صد. ما تهزرش معايا. لا صدت، ما عرفتش اصدها، جت متاخر. ايوه صدت السيجنشر تاني، صدت السيجنشر بتاعه تاني مره بصدها. خلاص بقى عد بقى عملت عليه السيجنشر. يلا بقى عد. واحد يلا اثنين. اتم قوي يا سمو جو والله اتم يا جدع. يلا فينش بقى. فينش وين هي. مباراة صعبة جدا. ايه يا جدع ده، ما توقعتش كده الصراحة خالص. يلا سمو جو. فينش بتاع التعبان ده، فينش بربع جنيه بس هو فينش. يلا واحد اتنين تلاتة. كسبت الحمد لله. والله ماتش صعب، الجلات طلع عيني بس ماتش صعب وكسبت الحمد لله. ماشي اهو بيحييني سمو جو، وقدمنا مباراه والله كويسه جدا وجامده جدا الصراحه. يعني still room for improvement but a decent performance nonetheless. Keep doing what you're doing. ماشي تسلم يا عم. باذن الله هتشوف، هتبقى فخور بيا خلي بالك. اوكي برنامج تعليمي للترويج عن الذات. اوكي هنخش تقريبا، هتكلم في المايك. اوكي وصلنا. ايوه اديني المايك كده. ماشي يلا. ماشي يلا. If I can give you one piece of advice, every crowd in every city is different. Putting on a good promo is all about working the crowd. ماشي يلا بينا انا نشوف هنعمل ايه. هو بيقول لي ان هو ايه عليا اذا اتلاب لنحظى ببعض المتعه، تحلمون بان تحلو محلي. ماشي دي حلوه مثلا. نعم نبتاجي دبليو دبليو يونيفرس، نحن هنا على الهواء مباشره الليله، سنحظى بعض المتعه. هل انتم مستعدون للاستمتاع ببعض الوقت الجيد؟ مش عارف ايه، هنشوف اللي بعديها.
الامور هنا في حاله فوضى. انا منتعش متعطش للمزيد. ماشي انا متعطش للمزيد. حلوه دي. هناك سلسله غذائيه في دبليو دبليو اي على قمتها بطل الدبليو دبليو اي في القاع. ولقد كنت في القاع لمده طويله. انا جائع واتدور جوعا للمزيد. جامد. لا جامد. كلمات جامده. خلي بالك يعني انا بقول لك ايه. انا فئه جديده من السوبر ستارز. انا فئه جديده من السوبر ستار. انا مش هتشوف زي يعني. تم اهمالكم ايضا ايام مشجعون لفتره طويله. لم يكن اي شخص يتولى زمام الامور ليصبح واجهه الشركه حتى جاء جون سينا. لكن سيتغير ذلك اليوم وانا اقودهم. مش عارف ايه. اوكي هيتكلم تاني. اعطوني افضل ما لديكم. ساتطلعكم دائما اين وصلت. اذا لم احصل على فرصه فسانتزع واحده. حلوه دي. حلوه دي. ماشي انا هبقى مغرور شويه بس ماشي جميل. لن اجلس هنا منتظرا شخصا لما ليعطيني ما اشعر به ما استحقه مش عارف ايه. هذه هي القشه التي قسمت ظهر البعير. انا فقط اقوم بالاحماء. ان هذا افضل جمهور. انا فقط اقوم بالاحماء. حلوه دي. حلوه دي برضه. انا خلي بالك انا جامد برضه الاداء في الاداء الكلامي والميكروفون جامد. لو اي نعم ما قدمتش مستوى جامد في الشريط اللي فوق يعني ما مليتوش للاخر بس ماشي. Next week we'll really see what you're made of. So be ready and be sure to practice up. وصلت 8000 VC. ايه بقى ايه لازمتها الفي سي دي؟ تعمل ايه؟ اوكي انا دخلت في الروح على طول والله جامد. ايوه هو ده اللبس بتاعي. هو ده اللبس بتاعي الحمد لله زي ما انتم شايفين. ده الطقم بتاع الشباب اللي انا عملته يعني. هو بحاول اقلد سي ام بانك. انا قلدت سي ام بانك الصراحه. ده لبس سي ام بانك. ده اللبس بتاعنا يا شباب باذن الله اللي هنعتمده يعني. وهنغيره برده كده كده كل حلقتين كده ولا حاجه. نغير الطقم كامل. اوكي يا شباب انا ليه في تاك تيم؟ انا مش عايز تاك تيم. انا مش عايز اخرج من تصنيف. انا عايز اخرج من تصنيف التاك تيم. مش عايز ابقى في التاك تيم. دخلني مثلا في في الولايات المتحده. انا عم في عتاوله جامدين جدا تصدق يعني. حزام القارات اضعف شويه من حزام الولايات المتحده. ماشي خلينا نخش في حزام القارات. اوكي انا حاليا لازم يعني لازم اكمل في التاك تيم. طبعا ما بحبش التاك تيم. ماشي انا الخامس. حد يشوف يعني لو حد يعرف نطلع ازاي من الحوار ده اكتبوا لنا تحت في الكومنتات. فعندنا هنا في سي السمات. اقدر اعلي السمات بتاعتي. انا طاقتي 66. قوه الذراع قوه الساق. ماشي خليها مثلا 8. تحمل الراس تحمل الجسم شويه. تحمل سرعه الحركه زودها برده شويه. سرعه الاشتباك برده زودها. الرشاقه زود. قوة زود. قدرة على التحمل زود. ماشي عكس الضرب زودها برضو. دفاع من الاستسلام القوي. ماشي عشان انا خلصت غالبا اغلب الحاجات يعني. ماشي انا خلصت وطاقتي 72. عايزين بقى في سي كتير ان احنا خسرنا كل ده. انا حاليا بقالي ساعة بصور فاتوقع ان احنا نخليها الحلقة الجاية يا شباب. اتمنى تكون استمتعت بيه. باذن الله الحلقة الجاية هنشوف على طول ايه حوار التاك تيم ده. ودخلنا على طول الحمد لله في عرض الرو بدل اكس تي بقى والشغل الحطان ده. فاكتبوا لنا تحت في الكومنتات نستمر في التاك تيم ولا نشوف يعني لو حد عنده طريقة نشوف نطلع من الحزام ده. اكتبوا لنا تحت في الكومنتات. في أمان الله أشكركم على التجاية. مع السلامة يا شباب.